الفريق اي الريح كمال بكري خالص نسرح لنايا عرب لابوس رضا بكري خالص بزاف بزاف هنا العرب ليلة طول ملكة ولا ويرا صخري با ويري بلهريني ويري خمارة الحاج حميد عرب الكناري وسأل قال فايت الشيلة اللي بغيتها أنا وأنا ترقو فيها في عيان الشيلة اللي بغيتها أنا يا لا يا ترقو فيها في عيان في عيان خلوني خلوني هاني ما في بريبيا دي خامي دي خامي تروكي لو خلوني خلوني هاني ما في بريبيا نسع قلبي نسي تبكي نسع انا يا عالقات الشيلة اللي بغيتها وانا يا تقوم فيها هاتي عيات من هدرة فما هدى السفريتا قاسيت مش حال بقيتا خلوني خلوني هاديك ما في بريبيا عندي خامي دي خامي دي خامي دروكيلو جلو قطع على الصندوقولا يا عبد القدس محمد العاقل الفيزا عيال مصوصي حميد ونس السيرة هاد الناس كاع ما ترحمش ما كاش فيهم كاع اللي يفهم اللي يفهم اروح انت في بلاصتي الخمام خلوني 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 هاديك ما في بريبيا اروح انت هاد الناس كاع ما ترحمش كانش فيهم كاع اللي يفهم يفهم أرواح انت في بلاصتي تخمم خلوني خلوني هاديك ما في بريبيا خلوني خلوني هاديك ما في بريبيا مسح قلبي منزيش نبكية نسى انا كاع القاسية كاع اللي فات الشيلة اللي بغيتها انا في هدي عيات دي خامي دي خامي دي خامي تروكيلو دي خامي دي خامي دي خامي تروكيلو يا روميو سامي الباسيستا فتحي ونسيم وحميد وبكاري وعلى بلاماستيا نجيد الوعبان صراحي كامل وكنت عكور من هدرتكم انا سوفرين كسبت انا وش حال بقيت من هاد الناس انا مليت خلوني خلوني هاديك ما في بريبيا يا خلوني خلوني هاديك ما في بريبيا يا مصيان على مسوى صوتي سيدي يا كريمه